برنامج hands-on experience on electric car مع مسك توكاي. البرنامج مر بينا بمراحل السيارات الكهربائية من البداية حتى إننا ركبنا سيارة كهربائية كاملة بنفسنا ووصلنا لمرحلة التستينج. كانت من أجمل التجارب في حياتي. جينا لليابان في برنامج السيارة الكهربائية مع الشراكة مع جامعة توكاي ومسك فونديشن ومانجا برودكشن. نحب نشكرهم على هذه الفرصة الكبيرة اللي أكيد مع إتمامنا لها الآن نعود إلى أرض الوطن محملين بمعرفة جديدة تفيد مجتمعنا، نقود الوطن إلى تحقيق رؤيتنا 2030. أولاً نقدم جزيل الشكر لمسك فونديشن ومانجا بروتكشن في تعاونهم مع توكاي يونيفرسيتي من أجل برنامج إلكتريك كارز. الحمد لله تم الحمد لله سبحانه وتعالى أنه انتهينا من البرنامج، وصراحة تعلمنا الكثير عن في برنامج إلكتريك كارز في توكاي يونيفرسيتي، وإن شاء الله نقدر نفيد الوطن وندعم الرؤية 2030 في المستقبل. جيت اليابان مع مبادرة مسك فونديشن ومانجا برودكشن، مشاركة مع جامعة توكاي يونيفرسيتي في بروجرام هدفه أننا نبني سيارة كهربائية، والحمد لله قدرنا نتم هذا المشروع والمهمة، واستطعنا الحمد لله أن نبني السيارة ونختبرها في أرض الجامعة. وإن شاء الله لما أرجع السعودية أنا وزملائي حنكون بنقل العلم اللي تعلمناه ونطبقه في السعودية ونتفوق على اليابان. حصلت برنامج من مسك، كان مفاجأة أن مسك تعرض برامج وخارج السعودية، وكان قريب من تخصصي في السيارة الكهربائية، والحمد لله سجلت فيه واخترت مع خيرة الشباب الموجودين في البرنامج، والحمد لله كملنا السيارة مثل ما أنت شايف. كانت تجربة جدا ثرية جدا جميلة من الآخر، وبإذن الواحد الأحد إذا فرصة ثانية بإذن الواحد الأحد راح أكررها. اليوم الحمد لله انهينا مشروع تصميم السيارة الكهربائية في جامعة توكاي في مبادرة قامت بها مسك بالشراكة مع مانجا برودكشن. الحمد لله كان مباراة جدا قيمة، استفدت منها الشيء الكثير ولله الحمد، وبإذن الله مستقبلا نبني ونقوم بتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية ونقوم تصديرها للدول الأخرى ومن ضمنها اليابان إن شاء الله. الحمد لله اليوم انهينا برنامج مسك بالشراكة مع جامعة توكاي وبالتعاون مع مانجا برودكشن. البرنامج كان عن تركيب السيارة الكهربائية، إن شاء الله البرنامج يفيدنا مستقبلا في أن نطور البلد ونصنع السيارات الكهربائية بأنفسنا إن شاء الله. طبعاً تعلمنا في اليابان مع شراكة مسك وجامعة توكاي حول برنامج لصناعة سيارة الكهربائية. طبعاً المشروع هو لمدة شهر، طبعاً كان جداً محفز وجداً تعلمنا أشياء كثير. بإذن الله عودتنا في السعودية بتكون إنشاء أول مشروع سعودي لسيارة تعمل بالطاقة الكهربائية بإذن الله. أتينا إلى هنا لبرنامج السيارة الذكية بمبادرة مسك ومانجا برودكشن بالشراكة مع جامعة توكاي في اليابان. جينا طبعا هنا شهر، خلصنا شهر واستفدنا الأشياء الكثير من البرنامج الحمد لله، واستفدنا أيضا من العلاقات اللي هنا. اكتشفنا إنه من جد اليابان بلد شريك لنا للسعودية، وإن شاء الله يكون لهم يد كمان للتطور في السعودية. نشكر قادتنا الرشيدة على الثقة فينا نحن أبناء الوطن، فعشان كده نحن نوعدهم إنه السيارة هذه الذكية إن شاء الله هتصنع في السعودية وبأيادي السعودية. على البرنامج هذا لهندسة السيارات الكهربائية وتجميع السيارات الكهربائية برعاية مسك وبالتعاون مع مانجا برودكشن وجامعة توكاي. أتمنى أن ننقل العلم اللي استفدناه من الجامعة ومن أعضاء هيئة التدريس وأيضا من زيارات الشركات الكبرى، نستفيد من التجربة هذه وننقلها، وإن شاء الله نكون سبب في تحقيق رؤية 2030.